داك تيك توك. اول حاجه غير بغيت نوصل للناس اللي ما عارفينش بان لان دائما كنقول لهم بان راه امنيه راه كان شوف كانت يعني كانوا خصامات وبزاف ديال الحوايج وكنا عارفين بان امنيه راه بنتي كنقول لهم امنيه راه هي ولو جا امنيه داز بزاف ديال الحوايج يعني وقعوا لو جا امنيه. دابا فجات الوقيته ديال كورونا جات عندي امنيه تلاقات معايا قالت لي الواليد في ليله 27 كاينه لا ما كايناش جات باس لي راسي قالت لي بابا راه اللي كاين واللي كاين وانت عزيز وغالي ومن هنا واش كاين شي واحد في هذه الجائحه هذه ديال كورونا كيسمح في ولادو راه ما يمكنش فهمتيني اي حاجه يعني يتقبلها الانسان الا يسمح ولا هاد السيده راه بنتي كنقول امام العالم بنتي جبتي عندي تقول سمعك يعني فهاد الجائحه ديال يعني راه شنقول لك راه غير حتى واحد ما خدام هي عندها بنتها يعني باش غدير لها بزاف ديال الحوايج شنو غتمشي دير ملي كيسمع امنيه فشي بلاصه خايبه كيعجبهم الحال راه امنيه طنديره ولكن ملي شافوا امنيه مع بوها ما عجبهمش الحال لا بنتي غادي يعجبك الحال انت مع بوك ماشي وحتى الموت مع بوك معززه مكرمه. كيفاش تم الصلح تلاقيت معاه في رمضان صافي شتو تلاقينا طلبت منه السماحه وصافي رجع داكشي كيف ما كان في الاول. صراحه فرحانه بزاف حيت هو عزيز عليا وكنت ديما واخا كانوا بيناتنا دوك المشاكل كنت ديما تخرج نقول راه بابا عزيز عليا بزاف. بالنسبه للعزيز اول حاجه انا كنقول للمغاربه كاملين بان داك السيد هذاك راه راجل اول حاجه او ينوض هنا يعني يعتمد على راسو انا ما يمكنش ليا واحد كسافو بالجمل غادي نجيبو عندي هذا هو الواقع يعني انسان يقلب على راسو فهمتيني هذا هو اللي يقول لك هو سيد بيناتنا واحد القضاء يمشي للقضاء صافي شوف باش ما يحكم لي القضاء ما عنديش غرام ديال المشكل المهم انا اللي عندي في هذا الشيء كامل الربح اللي عندي كامل في هذا الشيء كامل هو امنيه تكون معايا. بالنسبه لذاك السيد كما قلت صافي واحد الانسان كينوض كيبقى يطلب عباد الله في الفيسبوك في اليوتيوب وقيمك على حشومه فهمتي يعني ما جاش انا عندي انسان ماشي كنكرهو انا بالعكس انا ماشي كنكرهو راه هي امنيه كتبقى تحبوا لي مليون الف مره اخويا وعزيز عليا ومن هنا ولكن انا راه ماشي ضد هذا الشيء هذا فهمتي انا ماشي ضد انا مع هذا الشيء هذا انا ماشي غير هو يعني هو راه راجل ماشي السيده راه عندها بنت شنو غادي دير هذه انا الا سمعت بهذه انا نسمع بالعالم كامل هذا هو الواقع هو بالنسبه لي هو راه رجل ويتكلف براسو بعدي ما عندي ليه هو راه سيد داعين واش كان شي واحد انا كنت بوه فري بالصاغي ماشي دعيني راه ما يمكنش هاد السيده هادي راه ما دعاتني ما دارت لي حتى شي هادي مسكينه غاده في الطريق ديال خوها راه هي غير غتسمع الهضره ديال خوها لان هذاك هو الراجل ديال الدار اش غتقول ليه لا ما يمكنش تقول ليه لا راه هي امنيه عندها بزاف ديال الحوايج ما تقول لك انا ما نخليهاش تقول حتى شي حاجه حيت انا عارف هاد السيده الله عمرها دار السيده راه عنيه هادي راه غينيه هادي راه بحالها بحال بوها راه عنيه وانا يعني اش غادي نقول لكم انا فرحان هو انني انا جبتها لعندي هذا هو الربح اللي عندي ومرحبا بك بنتي مع بوك معززه مكرمه خوك حتى هو مرحبا ولكن عول على راسه راه هذا هو الفري انا راه ماشي كنكره انا ما عمري ما كرهت شي واحد ولكن الانسان اللي غادي ينوض كما كيقول انت الوالد ديالي غتنوض تدعيني وتقول لي راك شماته وماشي راجل وبزاف ديال الحوايج يعني حشومه عليه هذا هو الواقع انا راه ماشي كنكره ما يمكنش واش هو دابا غير انا غنتحدى واحد في هذه المغاربه كاملين شي واحد يمشي يدعيه ولده ولدو مشي يدعي بوا واش هو غادي يعجبوه على هذيك ولدو على هذيك ولدو وانت مني انا بوا كتقول انا بوا وتدفي تدعيني اجي مني انا بوا جي عندي حياتي هم عمرني ما سمعت فيها في حياتي هي تقولك الا كانت عيرتها في اللايف عيرتها سبيتها ما خليت ما قلت فيها فهمتيني ولكن في الاخر راه كندور تكنعيا وكنقول لهم راها بنتي راه مره كنقول لهم لا ما نعرفو كاين وراك في الاخر راه كنقول لهم راها بنتي على العالم كامل عارف بان امنيه راه بنت هادي الميلودي معروفه ولكن عزيز انا ما قلت شي حاجه انا ما انا داك السيد ما كنعرفوش ونكذب انا ما كنعرفوش هكاك وكيبقى في انا ماشي كنقول راه خايب ولا ما انا كنقول ليه ينوض يخدم على راسو شغلو هذاك مشى للقضاء شغلو هذاك يدير لا دي ان ما يديرش لا دي ان ماشي شغلي انا راه ما بقاش في لا دي ان شي انا واخا شوف انا واخا ماشي هذاك واخا يكون ولدي ولا ما يكونش ماشي ولدي فهمتيني غير على الاقل كلام جميل راه الناس راه ما كنعرفوهم ما والو كنديروا معاهم زوين غير الهضره زوينه راه اي اب كيعجب كتعجبو الهضره الزوينه اي اب ولا اي ام هاد المراه اللي هي المراه ديالي ما خلاو ما قالوا فيها فهمتي المراه ديالي ما خلاو ما قالوا فيها راه مرتي وراه ما كتحملهاش وراه تجي وتجري عليها
نعطيهم الحقيقه ما كاينش كذوب. انا راه الناس الشعب راه عزيز عليا خصو يفهم خصو يعرفني بان النهار الاول فاش كنت كنهضر حقيقي نيشان. الصراحه تتعامل معايا ايمان مزيان، زعما ما سمعت منها حتى شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ومحاسباني بحالي بحال الدراري يوسف وايمن، والحمد لله كلشي هو هذاك كلشي مزيان. كنلعبوا شويه، كنطيبوا لنا الماكله من ناكلو، كنعوموا، كنديروا كلشي. اقسم بالله وكذا بالك طيب لي فطور، طيب لي غدا، طيب لي عشاء، قادني هي هذا الزيت ويا حنينه عليا او دي بار. كنلقانا انا زعما انا درت معاه مزيان، راه هي اللي درت معايا مزيان ماشي انا اللي درت معاه مزيان. انا شوف انا لقيت هذاك السيد ولدي غندير معاه مزيان، ولكن ما نجيبوش عندي. انا نهضر معاه قدام على انا ضو، لان انا راه ماشي 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 جفاف، لان انا راه اب. الا كيقول هو انت الاب ديالي، راه انا ماشي شماته كي قال هو، ماشي راجل. انا واش كيشوف كيقول بو انت ماشي راجل. انا واحد النهار قلت بو الصباحات ولا ثلاث ايام ما جاش للدار، اقسم بالله قلت ليه غير الصباحات ولا بو ثلاث ايام ما دخلش للدار، ماشي خايف على هذيك الكلمه اللي قلت. عاد غادي يجي هو وغيخرج ويهضر مع الدراري صحابه، ويحرش عليا صحابه، ويحرش عليا اليوتيوبرز، ويقول لهم هذاك واخا ولدي انا كون داير معاك هادشي اللي كتقول انت دابا كاع. جي عندي كيجاو ناس ما كنعرفهمش وجاو درنا معاهم داكشي اللي وجه الله، وانت اخويا زعما شنو زعما قادي حقره حقرتيني كاع، كي تخليش العالم كامل يقول لك لا راه انا ظالمك. اخوتي انا ما كنظلم حتى شي واحد، اقسم بالله هذاك السيد هذاك انا كنقوله الا طلعت يا ولدي ولدي بصح غنخلي لك داكشي اللي بغيتي غندير معك مزيان، ولكن راه ما عمرك ما غادي تدخل عندي. هذه بنتي ما عمرني ما نفرط فيها، لان هذه بنت وعندها بنيه، فهمتيني راجل راك راجل راه مجدود، راه داكشي اللي وكيل انا ما يمكنش لي نسمح فيها. هذه بنتي وخا يكون براجل يكون مع راجل جالس حداها راه ما عاديش نسمح فيها، هذا هو الواقع وما عمري ما نسمح فيها، لانها هذه البنت هذه اش غادي نقول لك راه هي حنينه. وقع لي خلاف انا وياها، خلاف وانني دبس انا وياها وسبيتها وعيرتها وقلت لها وهكاك، وعرفت ان الغلط عندها وجات عندي مسكينه، وفي الليله ديال 27 وباس لي راسي وقالت لي الوالد سمح لي راه انا غلطت معك، لانها مني دارت الوليدات عرفت بحق الوالدين، هذا هو الواقع. مني السيدات بنتي تجي عندي وتقول لي هاللي كاين واللي كاين، اذا هاد السيده هادي انا ما عمري ما غنفرط فيها لا دنيا ولا اخره. والسي عزيز انا كنقول لك نوضه ولدي انت راك باقي يعني راك رجل، خدم ولدي على راسك، ما تبقاش تسعى في اليوتيوب، ما تبقاش تسعى على عباد الله، تبقى تبكي على عباد الله، حشومه وليدي عزيز، هذا هو الواقع. المحكمه عطاتك سيدي نديرو لا دي ان وخرجتي انت ولدي، راه ما عنديش نخليك بلاش. انا كنقول لك قدام العالم غتبقى معزز مكرم، ولكن راه داري ما عاد تدخلش ليها، لان انا ما عنديش الاولاد اللي كيسبوني ويعايروني. هذه في حال الا كنتي، اما الا ما كنتيش ولدي راه غندير معاك زوين. انا كنقول قلت لكم شحال هذه في شوف تي في، انا كنعاود نقولها لكم في شوف تي في، خرجتي ولدي غندير معاك زوين، ما خرجتيش ولدي غندير معاك زوين، من الاخر هذا الشيء اللي غنبغي نقول لك. اللي غنقول له انا راه ما عمري ما غنادي، وعزيز عليا بزاف والله يسهل عليه، وانا ما ضده في حتى شي حاجه، انا ما عمري ما غنكون ضده، راه كيف ما كان الحال تيبقى خويا وعزيز عليا، ولكن الله يدير شي تاويلة الخير وصافي. هادشي اللي نقدر نقول. فرحان بزاف وحيت خصي رجعات، والاخر اللي كان خويا مرحبا به، قال لي با كان خويا مرحبا به، قال ما كانش قال لي با ماشي خوك ماشي خويا. صراحة ما كيسمح في ولادو، كنعاود نقولها الوليدات ملي كيكون عندك مجموعين كتحس براسك انت كأب، أن فهمتي كتحس براسك انت كاين نشيط، ما عندكش جرام ديال المشكل، هذا هو الواقع. هاهما الوليدات عندي مجموعين معززين المكرمين، نتحدى شي واحد لا يوسف ولا أيمن بأن كيتعامل مع أمنية شي معاملة ماشي هي هذيك، فهمتيني. هما مني هما عارفين أختهم راه كيتعاملوا معها بأنها راه أختهم وكيحبوها وكيحماقوا عليها، هذا هو الواقع. نيشان واخويا نهضر معك بصراحة، أنا عاد تهنيت، عاد قيت راحتي، وليت كناكل مزيان، وليت كنعيش مزيان، وليت كنشرب مزيان، وليت كندير أي حاجة مزيان. حتى هذاك اللايف اللي كنت كنقطع ليا الدم وكنوض ما بقيتش كنديرهم أنا كاع، فهمتيني. أنا تفاديت كل شيء، لأن عرفت بأن بزاف ديال الناس ما كيبغيوش لينا الخير، بزاف 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 ديال الناس ما كيبغيوش. بحال دابا هي أمنية بشحال شي واحد يقول لك أنت جبتي علاش جايب أمنية للدار، علاش غنجيب أمنية راها بنتي، راها بنتي هادي، انا ما يمكنش لي بنتي وعندها بنت، هاد البنت اللي عندها بنت شنو غتمشي دير؟ شنو غتبقى تسعى؟ شكون هذا اللي نتحدى شي واحد يدخل دق عليه هاد البنت هادي ودخلها؟ نتحداه شحال يعيش، شحال يعيش هاد الانسان كاع، نعطيه شهر يجلسها شهر كاع، حدو شهر ومن بعد شنو كاين؟ انا راه ما ندوزاش حتى نموت،
وحتى ومني غنموت يبقى كلشي ديال هاد السيده هادي. انا كنحماق عليها. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. انا كنعاود نقولها بالنسبه لعزيز ولدي، الا كان ولدي مرحبا به، ما كانش ولدي غادي نقول لي مرحبا، ولكن راه واخا غادي يكون ولدي راه ما غاديش يجي يجلس معايا، لانني ما يمكنش لي نجلس في طابله وحده مع واحد شمتني قدام 40 مليون مغربي وعايرني. وهذا هو الواقع. انسان يقول لهم انا راه الوالد ديالي، انا دير المحكمه على ثبوت النسب، وانت غادي تقول لهم بان السيد راه ماشي راجل وشماته وفاعل وحشومه. المغاربة كنحبهم انا، شوف هادشي كامل راه دايروا على ود الشعب المغربي، على ود هادوك الناس اللي غالطين في عادي الميلودي فقط.